من جانب المدرب نونو سانتو. كرة ستلعب الآن من إيغور كورنادو لمصلحة فريق الاتحاد البرازيلي. مشي كرة رومارينو عدي السلام. الهرب رومارينيو. روما سجل في الدور الأول، سجل في الدور الثاني، سجل. خدعت الكل يا إيغور، يا كورنادو بعلى طير. جول. إنه روما، إنه البرازيلي، إنه العملاق الذي يصل دائما بالعميد نحو الشباك، نحو الصدارة، نحو الدوري، نحو اللقب، نحو الإنجاز. رومارينيو يسعدك يا صغيري، ستكون سعيدا طالما رومارينيو في أرضية الميدان. الله الله الله، لا تلعب مع هذا العقرب، فلدغاته سامة قاتلة. رومارينيو يسجل الهدف الأول. ناطق سعد يلعب الكرة ولكنها تتخلص، ترجع الكرة إلى بامسعود إلى مارسيلو قروهي. كرة تعود الآن اتحادية، لمسة من عمر هوساوي إلى برونو. هنريك يعود الكرة إلى الخلف. الكرات المتبادلة الاتحادية، اخراج الكرة بشكل رائع جدا، المحاولة مستمرة. حمد الله في الجول. خلص حمد الله. ومن غيرك يا فتاك، ومن غيرك يا غدار، ومن لهكذا مواعيد غير عبد الرزاق، غير حمد الله. يا عميد، الدوري بين يديك، والعالمية تناديك. سجل روما وسجل حمد الله بالراس. يا سلام. بكل ذكاء وضع الكرة بكل سهولة بعد خروج حارس المرمى. الكرة في الشباك الأبهوية، الاتحاد يتقدم 2-0. يخلص على المباراة من البداية، والاتحاد في سعادة كبيرة لجماهيره. إذن النتيجة 2-2، والجمهور الاتحادي بهذه الأجواء. انظروا إلى عبد الرزاق، ومن غير هذا الجلاد الذي يواصل المهمة دائما وأبدا في الشباك ولصالح العميد. كرة مستمرة تعود الآن من جديد، لمسة وتمريرة إلى الخلف موجودة، تصل لي برونو هنريكي في اليمين، يحاول لعب الكرة إلى مدلة. بالفعل تعود الكرة من جديد إلى الخلف لدى طارق حامد، الذي أضاف التوازن إلى وسط الاتحاد بكل صراحة. طارق حامد لاعب المصري الكبير، أي نعم، بداية الموسم لم يظهر بذلك الأداء الذي كان ينتظر منه جمهور الاتحاد، ولكن بعد ذلك تصاعد وأصبح يقدم أداء طيب جدا إلى جانب العميد. كرة موجودة من وسط الميدان، لمسة وتمريرة إلى عمر هوساوي إلى حجازي، منه إلى شرحيلي. جميل، الله على الكرة. روما ما يضيع مثل هذه الكرات. رومارينيو، الله. العميد يحسمها بالثالث عن طريق العقرب الذي يتوسط النمور. عقرب النمور يسجل
يسجل. نعم رومارينيو، قلت لكم بأنه لا يضيع مثل هذه الكرات، سجلها في الجول، شبكها في الجول رومارينيو. من أغضب الاتحاد؟ أخبروني من أغضب الاتحاد؟ من جعل النمر غاضب إلى هذا الحد؟ يا سلام يا روما يا سلام. 3-0 3-0. افرح يا عم افرح، افرح يا عم افرح. الاتحاد يسجل الثالث عن طريق نجمه العقرب رومارينيو. نشوف حكم المباراة هل كان هنالك تسلل أم أن الهدف سيثبت لصالح العميد. إذن يثبت الهدف. نعم مشاهدينا الكرام، 3-0 في أول نصف ساعة. الاتحاد يغضب ويسجل 3 في الشوط الأول. يا لها من أجواء هنا في الجوهرة، يا لها من أجواء اتحادية كبيرة. كرة سهلة كانت لمارسيلو جروهي، عدت الكرة من جديد، لا زالت اتحادية، الكرة مستمرة موجودة لمد الله. مدو يا سلام، الله على الكرة، الله على المرور من مد الله، عدى مد الله، المحاولة موجودة والكرة. إلى ماذا حكم اللقاء؟ إلى ماذا أشار حكم المباراة؟ هنالك تمثيل يبدو لي من مد الله العليان، وبطاقة صفراء على مد الله. شوف الكرة الماضية، الكرة الماضية، الحكم قال ما فيها شيء، ومد الله الذي كان يطالب بوجود خطأ مع اللقطة. سنشاهد الآن شوف الآن المشجعين الصغار الاتحاديين، وهل يقترب الاتحاد من هدف الرابع ضد أبها هنا في ملعب الجوهرة المشعة؟ إلى ماذا يحتسب؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد. والدعوات من هؤلاء الأطفال الاتحاديين. الحارس ديباي باسي، كرة موجودة بالجول، الله في طلتك لحن الغرام الطروبي، وفي هيبتك هيبة عميد، هيبة عميد. 4 يا عميد، 4 يغضب في الجوهرة. الاتحاد يطير بالصدارة، الاتحاد يقترب من اللقب، الاتحاد يقترب من البطولة. يا أنمار، يا أنمار الحايلي بسعادة كبيرة. سانتو، انظروا إلى نونو سانتو، هو عادة لا يحتفل كثيرا، ولكنه عندما يحتفل فاعلم أن الأمور مهمة جدا للاتحاد. إذن الكرة في الشباك، 4-0 4-0 للعميد. سجل الاتي الرابع وحسم كل شيء أصلا من الشوط الأول، وأضاف الهدف الرابع بعد مجهود كبير.